شباب، بعد ما خلصنا امتحان 21 الدور الأول هنخش على امتحان 21 الدور الثاني. يلا كده نبدأ مع بعض. بيقول لي ايه العمليات التالية يمكن ان ينتج عنها بروبان اللي هو C3H8؟ خلي بالك ده الكائن. تمام. طب هنا بيقول لي دلوقتي التقطير الجاف والتكسير الحراري الحفزي. تعالى كده ما نشوف التقطير الجاف. لو انا مثلا معايا C2H5 COONA، فده دلوقتي ممكن يطلع بالشكل ده. تمام. طب لو انا معايا كربون اكتر، معايا C3 مثلا H7، هنا يطلع لي البروبان. طب اللي قبل كده كان الايثان، طب قبل كده ميثان، اذا التقطير الجاف ينفع. طب التكسير الحراري الحفزي، انا فاكر ان التكسير الحراري الحفزي ده كان ساعات كتير يطلع لي الكان والكين. تمام. او دي الحالة الطبيعية اللي هي ابسط حالة اصلا. اذا انا ممكن يطلع معايا الكان. اذا انا كده اخترت ايه؟ اخترت ايه. تمام، مفيش اي مشكلة. طب يلا كده نبدأ نخش على السؤال اللي بعده. يقول لي مركبان عضويان A و B من الهيدروكربونات، يبقى بيتكونوا من كربون وهيدروجين بس، ذات السلسلة المفتوحة، يبقى مش شكل مغلق. تمام. ومش اروماتي. المركب A عدد ذرات الكربون فيه 3 كربون، ماشي، والمركب B عدد ذرات الكربون فيه هي 6 كربون، زي الفل. B أنشط من A، يبقى B عنده روابط مزدوجة أكتر من A. تمام. وجايب لي إيه ألكان؟ يبقى إيه ألكان؟ غازي. تمام، لأن 3 كربون وأنا عارف إن من 1 لـ4 أنا غازي. تمام. طب هنا بي دلوقتي بيكون من 5 لـ15 سائل، اذا ده 6، يبقى انا هنا الكين سائل، يبقى انا كده برضو ايه؟ الف. طب لو جينا بصينا على السؤال التالت، السؤال التالت بيقول لي ايه؟ بيقول لي هنا دلوقتي تفاعل 1 مول من الايسين اللي هو C2H4 مع وفرة من الكلور، فإن عدد مولات الكلور اللازمة للحصول على مركب هالوجيني لا يحتوي على أي هيدروجين. طب يلا كده نرسمها. أنا دلوقتي معايا إيه؟ معايا دلوقتي الكين. الالكين ده دلوقتي عايز يتفاعل مع عايز يتفاعل دلوقتي مع كلور بحيث ما يبقاش عنده هيدروجين. أول حاجة هعمل إضافة، أدي هيدروجينتين. تاني حاجة انا هعمل استبدال الاربعة دول ب Cl2، يبقى انا استهلكت ادي مول بالاضافة واربعة مول بالاستبدال، اذا انا استهلكت 5 مول. طب تعال نشوف السؤال الرابع. بيقول لي يمكن الحصول على ميتا كلور وحمض بنزويك. يلا ما نشوف من الايساين. اول حاجة طالما انا عندي مركب حلقي يبقى او مركب اروماتي، يبقى انا عايز اجيب بنزين. الايساين هو C2H2. تمام. عايز تجيب بنزين بالمرة ثلاثية، قمت جايب بنزين. طب يا مستر انا معايا بنزين وعايز اجيب حمض بنزويك، على طول بتقوم عامل له الكلة، جايب طلوين. بعد ما تعمل له الكلة تجيب طلوين، تقوم عامل له اكسدة، جايب حمض البنزويك. يبقى انت كده جبت حمض البنزويك، عايز تدخل عليه كلورو. انت عندك اي حاجة فيها اكسجين ما عدا الهيدروكسيل بتوجه للميتا، فقوم على طول عامل اضافة للكلور يجي يهاجم في الموضع ميتا. تمام. طب هنا دلوقتي انا عملت ايه؟ اول حاجة انا عملت بالمرة، بعد كده عملت ايه؟ بعد كده عملت الكلة. فين الالكلة؟ بالمرة الكلة. بعد كده عملت ايه؟ اكسدة. بعد كده عملت ايه؟ هلجنة. تمام. يلا ما نشوف السؤال الخامس. بيقول لي اي من الخواص التالية للبيوتان الحلقي؟ 4 ذرات كربون، C4H8. تمام. صحيح. اقل نشاطا، لا ده حلقي، ده اكتر نشاط. تمام، ماشي. طب هنا بيقول لي اكثر استقرارا، لا ما هو اعلى نشاط يعني اقل استقرار. طب اسرع في الاحتراق، ما هو اسرع في الاحتراق يعني اعلى نشاط يعني اقل استقرار، يبقى هي دي اللي تنفع. المركبات الحلقيه على طول اسرع في الاحتراق واقل نشاط. تمام. واقل اسرع معلش في النشاط واقل في الثبات. طب هنا بيقول لي ابطا في الاحتراق، لا ما عكسها، ما مش تنفع الاثنين. بس هنا بيقول لي الحصول على حمض عضوي اروماتي احادي القاعديه من حمض اروماتي او من مركب اروماتي. تمام.
طب ما تقولي يا عم البنزويك انت مخبي ليه؟ ادي حمض بنزويك COOH من مركب اروماتي. طب انا بفكر مركب اروماتي انت ممكن يكون عندك ايه؟ اول حاجة ممكن يكون عندي مثلا الفينول، ممكن يكون عندي مثلا بنزوات الصوديوم، مركبات اروماتية، تمام، اقدر اجيب منها البنزين. طب هنا دلوقتي الراجل بادئ لي بايه؟ باختزال. اذا انا كان عندي الفينول مفيش غيره، طب انا معايا الفينول عملت له اختزال جبت لك بنزين، هعمل له دلوقتي الكلى جبت لك تولوين، هعمل له دلوقتي اكسده جبت لك الحاج اللي انت عايزه حمض البنزويك، يبقى انا كده الف. طب السؤال السادس هنا بيقول لي يتفاعل المركب العضوي ايه مع المركب العضوي بي لتنتج مادة لها دور في علاج امراض القلب. ايه المواد اللي لها دور في علاج امراض القلب؟ اول حاجة الانسجة بتتكون من حاجة اسمها الياف الدكرون، والياف الدكرون عبارة عن حاجتين، ايثيلين جليكول، تمام، وكمان تير فيسالك. خلي بالك ماهيش فيسالك، هي تير فيسالك، لان التير فيسالك بيكونوا في الوضع عبارة بالشكل ده كده، ففي حاجة اسمها ستيريك هندرس، ازاحة فراغية، تمام. فالمركب اللي في الوضع عبارة ده بيكون اكتر استقرارا من المركب الاتنين في الوضع ايه؟ الاتنين في الوضع اورثو، تمام، عشان بيبقوا بعاد عن بعض. عشان كده حمض الترف السالك ده انا بكون منه الياف الذكر، تمام. يبقى انا دلوقتي عندي حمض الفيسالك والايسيلينجلايك، ممكن يكون ايه كمان؟ والله ممكن يكون كمان الاسبرين، اصل هو قال لي دور، ما قاليش بتخش في جسم الانسان، يعني بتخشش في تكوين جسم الانسان، وقال لي دور. طب الاسبرين بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن سيلك زائد الاسيتيك. اذا انا ينفع كده وينفع كده. طب يلا ما نشوف حمض الترف السالك والاسيلينج لايكول. يا عم الف شكر من اول اختيار اهو، تمام. انما الفينول والفورمالدهايد لا يا عم، ده البكالايت ده بلاستيك. طب يلا كده نكمل. بيقول لي هنا عنصر اكس ممثل يقع في الدوره الثانيه، تمام. كده كده ممثل لانه في الدورة التانية. المستوى الخارجي له يحتوي على 4 الكترونات، تمام. وعنصر واي انتقالي رئيسي يقع في السلسلة الانتقالية الاولى، تحتوي ذراته على 4 الكترونات عند خلط. بص كده معاي، قال لي عند خلط، طبعا الاكس ده اللي هو ايه؟ اللي هو الكربون، عشان انت لو مش عارف ممكن تطلعه من ورقة المفاهيم. في 4 ايه وفي الدورة التانية؟ ده الكربون، تمام. وهنا عنصر انتقالي رئيسي في السلسلة الانتقالية الاولى، تحتوي ذرته على 4 الكترونات مفردة، ده الحديد. اظن الاجابة وصلتك. قال لي عند خلط، في فرق دلوقتي بين خلط واتحاد. خلط يبقى دلوقتي ما حصلش تفاعل كيميائي، اذا انت سبيكة بينية. طب لو قال لي اتحاد يبقى انت سبيكة بين فلزية، تمام، اتحاد او تفاعل طبعا. طب 9 يلا كده اما نكمل. هنا دلوقتي بيقول لي عند اضافة حمض الكبريتيك المخفف الى انبوبة اختبار تحتوي على خليط من اكسيد الحديد الثنائي، يبقى انا عندي اكسيد الحديد الثنائي اللي هو FeO، تمام، هضيف له H2SO4. خلي بالك الدايل المخفف، تمام. طب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل دلوقتي دي موجة بسالب، دي موجة بسالب، هتطلع FeSO4 زائد المية زي الفل، تمام. طب هنا دلوقتي بيقول لي كمان، خلي بالك ده احنا نسينا حاجة، بيقول لك انت معاك اكسيد حديد ثلاثي كمان، يعني في اكسيد حديد ثلاثي كمان هنا، ولا اكنه اداك حاجة. ايه؟ ولا اكنه اداك حاجة، ما اكسيد حديد ثلاثي مش هيتفاعل مع المخفف. يبقى دلوقتي ده موجود معايا. بيقول لك فإن بعد تمام التفاعل سوف تحتوي الأنبوبة على، طبعا أي واحد ناصح هيقول لها مستر ميه وإف إيه سو فور، صح زي الفل، بس غلط. ليه غلط؟ لأنك نسيت ده ما كانش هيتفاعل، فهيتنيه موجود في الأنبوبة زي ما هو،
تمام. يبقى انا بدور على اكسيد حديد ثلاثي مع FeSO4 وميه. تمام. طب يلا كده اما نشوف افني اختيار. هنا كبريتات حديد ثلاثي، لا يا عم. اكسيد حديد ثنائي، لا يا عم. كبريتات حديد ثنائي، اه. اكسيد حديد ثلاثي، اه. ميه، اه. تمام. يبقى انا جه يقول لي هنا عند امرار غاز كبريتيد الهيدروجين اللي هو طبعا H2S تمام الى CuSO4 تمام. خلي بالك قال لك محلول، فتكون راسب CuS زائد H2SO4. فان الراسب يظهر عند ايه ده؟ يعني ايه الراسب يظهر عند؟ يعني الراسب ما ظهرش. ازاي ما ظهرش يا مستر؟ ما انا شايف الراسب قصاده اهو. اللي ما ظهرش ليه بقى؟ ركز كده، ركز يا ناصح. انا دلوقتي الراسب ده هيظهر امتى؟ اما يكون عندي وسط مناسب، والوسط المناسب هو الوسط الحمضي. اذا لازم في حمض، لازم HCl مخفف. ركز وما تتسرعش تمام. طب هنا دلوقتي حد ممكن يقول لي مستر ممكن يبقى NaOH ويبقى المجموعه الرابعه اللي هي تعتبر مش علينا. هو ممكن، بس مش هيبقى نحاس موجب 2، هيبقى نحاس موجب 1 تمام. طب هنا دلوقتي انا عرفت ان النحاس موجب 2 في المجموعه الثانيه ولازم وسط حامضي. طب 11 هنا بيقول لي اثناء تجربه للكشف عن كاتيون احدى الاملاح اكس تم اضافه قليل من محلول NaOH فتكون راسب. انا بكشف عن اكس، ضفت له NaOH فتكون راسب. 100% الاكس ده ايه؟ يا الومنيوم يا حديد ثنائي يا حديد ثلاثي. ثم اضافه المزيد من الكشف فاختفى الراسب. ماشي يا عم، شكرا، ده الومنيوم. السؤال ده بيجي كتير جدا 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 تمام. اذا علمت ان حاصل الاذابه لملح كلوريد الفضه في محلول مشبع حجمه بالشكل ده، يا عم الف شكر، عند درجة حرارة معينة يساوي الرقم ده، ده حاصل إذابة، ده KSB تمام. طب هنا دلوقتي بيقول لي فإن كتلة كلوريد الفضة، ماشي يا عم، أنت عايز كتلة كلوريد الفضة؟ أه أنا عايز كتلة كلوريد الفضة. طب أنا معايا KSB ومعايا الـ AgCl، عارف إن الـ AgCl ده فيه Ag وفيه Cl، فلو ده اكس ده اكس وده اكس، اذا الكي اس بي بتساوي ايه؟ اكس تربيع. طب انا عايز اجيب قيمه الاكس الواحده، يبقى الكي اس بي هاخد له الجذر، يبقى الكي اس بي بتاعك ده اللي هو 2.56 × 10^6 اخد له الجذر، اقوم جايب الاكس. طب انا مستر جبت الاكس، الاكس دي يا ناصح هي تركيز تمام. طب ما انت عندك دلوقتي ايه؟ عندك تركيز في حجم، تركيز في حجم، جبت ايه؟ جبت عدد مولات. طب انا اما جبت عدد مولات يا مستر اضربه في الكتله الموليه، اقوم جايب لك الكتله. يعني انا لو جيت احسبها معاك كده، قلت لك ان انت معاك هنا الجذر بتاع ايه؟ 2.56 × 10^6 طلعت معايا بكام؟ طلعت معايا ب 1.6 × 10^3 زي الفل. طب بعد كده ضربته في الحجم اللي هو 1/10 اهو، في 1/10 طلعت معايا كام؟ والله دلوقتي طلعت معايا 1.6 × 10^4. طب بعد كده اقوم عامل ايه؟ هقوم جاي ضربه في الكتله الموليه بتاعت مين؟ كلوريد الفضه، الفضه ب 108 والكلور ب 35.5 تمام. يبقى فيه 108 + 35.5 بتساوي كام؟ بتساوي دلوقتي 22.02209 6 تمام. طب دي دلوقتي الكتلة المذابة تمام بتاعت كلوريد الفضة تمام. طب الرقم ده فين يا مستر؟ الرقم ده اللي هو اول واحد ايه تمام. الموضوع بسيط جدا، اما يجيب لك مسألة عوض عادي ومفيش اي مشكلة تمام. طب يلا نكمل كده. السؤال رقم 13 بيقول لي الجدول التالي يوضح جهود الاختزال. لا يا عم انا ما بحبش جهود الاختزال، امال بتحب ايه؟ جهود الاكسدة.
يلا كده اما نجيب جود اكس ده غير الاشاره، سالب يبقى موجب، سالب يبقى موجب، سالب يبقى موجب، سالب يبقى موجب، تمام. طب وكمان هرتبهم لك، اعلى واحد في الموجب الدبليو، مين اللي بعده الزد، مين اللي بعده الواي، مين اللي بعده الاكس، تمام. بيقول لي فان الاختيار الذي يعبر عن حمايه انوديه هو، بيقول لي العنصر واي يطلى بالعنصر زد. بص الحته دي، السؤال ده عايز مدرس عربي بصراحه. بيقول لك العنصر واي ده اهو هو اللي هيطلب زد، يعني ده اللي هيطلي ده، تمام. طب انا عايز حمايه انوديه، يعني انا عايز الراجل زد ده انشط من واي. اه فعلا هو انشط من واي. خلي بالك السؤال سهل جدا، هو بس بيلعب على اللفظ العربي، تمام. فركز في اللفظ كويس جدا وانت بتقراه. كمية الكهربية بالفرادي اللازمة لترسيب نص جرام من الذهب على ميدالية معدنية بالتحليل الكهربي تبعا للمعادلة اللي قصادي دي، ماشي، تساوي اول حاجة انا عارف ان الذهب 196.98 ده كتلته المولية، وعارف ان هو ثلاثي فهو بيترسب بتلاتة فرادي، انا عارف كل المعلومات دي، كاتب هو اللي كمان اهو، تمام. طب راجل عايز يرسب قد ايه؟ راجل عايز يرسب دلوقتي نص جرام. يا عم ادي النص، ما تزعلش نفسك، وادي اكس فاراداي، وهبدا دلوقتي اعمل لك طرفين في وسطين، اضرب لك 3 في نص، تمام، على 196.98، تمام. لقيتها طلعت معايا ايه؟ لقيتها دلوقتي طلعت معايا جي، تمام. الموضوع سهل جدا، خلي بالك كل افكار فاراداي انا بحلها بنفس الطرفين في وسطين، ده بيحل كل حاجة، تمام. بيقول لي هنا عند التحلل المائي القاعدي لايزومرات المركب اللي قصادي ده كلا على حدة، فان الكحول الناتج الذي له اعلى درجة غليان، طبعا انت عارف ان ده دلوقتي CnH2nO2، وده بيكون حاجتين، يا اما انت حمض يا اما انت ايه استر، تمام. طب انا يا حمض يا استر، ماشي. طب هنا دلوقتي بيقول لي التحلل القاعدي، يبقى انت على طول استر، ماشي. صيغه الاستر ان عندي سي رابطه مزدوجه او وهنا او، تمام. فابسط حاجه ان انا عندي هنا اتش، لو انا عايز اديك ايه اكبر بقى كحول، بقى كحول مليان، يبقى انا عندي ايه فاضل لي سي 5، اتش كام؟ اتش 7، سي 5، 5 في 2 ب10 وبلس 1 يبقى 11، تمام. يبقى انا بدور على سي 5 اتش 11، ده اكبر كحول ليه درجه غلاء. مش موجوده مستر، يا عم صغر شويه، حط هنا سي اتش 3 وخلي هنا سي 4 اتش 9، دور يا عم على اللي فيه سي 4، سي 4 مستر لقيته زي الفل، حلو قوي. طب يلا نكمل. تم اضافة كلوريد الحديد الثلاثي FeCl3 زي الفل الى المركبات العضوية الهيدروكسيلية A و B. بص الاتنين هيدروكسيل واحد كحول واحد فين؟ ما فيهاش، تمام. طب هنا كلا على حدة نتج لون بنفسجي مع ايه؟ يبقى ده الفين. طب ولم يتأثر ب، يبقى ده الكحول. فان ما يلي يعد صحيحا، اول حاجة هنا دلوقتي بيقول لي ايه؟ بيقول لي او اتش للمركب ايه اكبر. ده بيكلمني هنا على ايه؟ بيقول لي بالنسبه لطاقه الرابطه، بيقول لي مين اللي طاقته اكبر. طب انا لو معايا كحول، انا معايا او واتش بالشكل ده، لو معايا فينول فانا على حلقه البنزين، فالاو دي منجذبه، الرابطه دي صغيره والرابطه دي كبيره، يبقى الرابطه دي اقوى، يبقى الرابطه دي اضعف، خلي بالك، تمام. يبقى انت ربطة الفينول اللي هو ايه اضعف من البي. يبقى هنا بيقول لي الاو اتش المركب ايه اكبر؟ لا يا عم، الاو اتش للمركب ايه اقل من المركب بي؟ ايوه هو ده اللي انا بدور عليه، تمام. خلي بالك ليه يسألك على طول الرابطة وتبقى العكس، الضعيف بيبقى طويل والقصير طبعا بيبقى قصير. 18 بيقول لي اثر ايه مشتق من ناتج اكسده الطلوي، تمام. يعني انا اكسده
طولوين قام طالع لي ده، يبقى ده على طول ايه؟ يبقى ده دلوقتي على طول حمض بنزويك. تمام، يبقى هنا دلوقتي انا معايا حمض بنزويك زي الفل. طب بيقول لي عند التحلل النشادري لهذا الاستر نتج مركبين، فاذا كان المركب سي اروماتي ولو صفه حمضيه يبقى ده الفينول. تمام، يعني هنا المركب ايه ده؟ اتحد مع الفينول. يعني الراجل من الاخر بيقول لك ان انا كان معايا حمض بنزويك، تمام، وكان معايا كمان ايه؟ فينول، واتحدوا مع بعض قاموا فاقدين دلوقتي ميه وبقوا بالشكل ده. تمام، طبعا الرابطه جت عوضت مكانهم، ادي الرابطه. تمام، طب هنا دلوقتي انا بقيت ايه؟ استر. اقسم يا عم الاستر كده، انا استر ايه؟ بنزوات. تمام، يبقى انا استر بنزوات الفينايل. يبقى المركب ايه؟ هو بنزوات الفينايل. بنزوات الفينايل، ماشي، يبقى انتوا ما تنفعوش. طب المركب بيه، المركب بيه ده اللي هو عباره عن ايه؟ بيقول لك دلوقتي مشتق من ناتج اكسده، عند التحلل النشادري لهذا الاستر نتج سي ودي، وسي ده كان الكحول. طب هنا دلوقتي لو انا قسمت كده مستر، يبقى ده هياخد ان اتش 2، صح؟ يبقى ده دلوقتي هيبقى ايه؟ هيبقى بنزاميد. تمام، انا عارف ان التحلل ثلاث انواع، يا تحلل مائي، طبعا الكحول هياخد حقه الهيدروجين في كل حاجه، طب والحمض هياخد الباقي، ياخد مره هيدروكسيل لو مائي، مره ياخد او ان اي لو قاعدي، مره مثلا ياخد ان اتش 2 لو تحلل ايه؟ نشادري. اذا انا هنا دلوقتي الف. طب يلا ما نكمل 19. بيقول لي العنصر اكس من عناصر السلسلة الانتقالية الاولى التركيب الالكتروني لاحد ايوناته 3D5. ماشي، اول حاجة انا بفكر انت عندك 3D5، يبقى انت اقل حاجة كان عندك 4S فيها 2. تمام، ماشي. طب هنا دلوقتي الزنك ما ينفعش، السكنديوم ما ينفعش، الفاناديوم ما ينفعش. طب ليه؟ الزنك ما بيبقاش غير موجب 2، فالمفروض دي تبقى فيها 10. طب والفناديوم 23 دي فيها 3 اصلا، انت هتكسبه مش هتخسره، ده الراجل عايز يخسر. طب وده دي فيه 1، هيبقى ازاي فيها 5؟ اذا كل دول ما ينفعوش، اذا انا الحديد. اي العمليات الاتيه اكثر صعوبه؟ ده من اول واحده، الزنك انا لسه قايل لك انها بتبقى موجب 2 وملهاش حاله تانية. بيقول لك تبقى موجب 3 مستحيل. تمام، طب هنا بيقول لك الماده الكيميائيه التي لها اقل عزم. تمام، اما يقول لك اقل عزم دور على الحاجات اللي في العاده بتبقى قليله، زي مين؟ زي النحاس. تمام، طب انا لقيت النحاس مستر او النحاس موجب 2، المفروض النحاس بيبقى 4s 1 3d فيها كام؟ 10. فانا دلوقتي لو جيت فقدت الكترونين هلاقي ان انا 3d فيها 9، اذا انا عندي 1 الكترون حر. تمام، انما الحديد كده كده انت عندك 5. طب والكروم كده كده لو موجب 2 عندك 4. طب المنجنيز، المنجنيز لا، ده برضو عنده كام؟ هنا دلوقتي المفروض بيبقى عنده 7، هيفقد 4 يبقى عنده مثلا دلوقتي 3. طبعا انا اخترت بي، السؤال سهل ما فيهوش اي حاجه. تمام، 22 بيقول لي العنصر اكس ينتهي التوزيع الالكتروني له بال 3D7، فإن المركب XCl3 يكون أو يكون، معلش. تمام، هنا دلوقتي أول حاجة أنا لازم أكون إيه؟ لازم أكون ملون. ليه لازم أكون ملون؟ عشان عندي إلكترونات مفردة. تمام، يبقى كده كده أنا ملون، ماشي. يبقى أنت غير ملون، كل سنة وأنت طيب. تمام، طب أنا عندي دلوقتي أنا ملون، ماشي يا مستر. طب هنا دلوقتي قال لي ايه؟ قال لي دلوقتي المركب ده انا هعمل ايه؟ هيكون عندي كم الكترون مفرد؟ والله دلوقتي انا لو جيت ابص، انا عندي بيقول لي عنصر اكس ينتهي التوزيع الالكتروني ليه بالشكل ده. طب انا فقدت الكترونين بتوع اس، هفقد الكترون كمان من الدي، ما هو كان 3D7، يبقى انا عندي 3D بقت 6، يبقى انا لو جيت بصيت عندي هلاقيها بالشكل ده كده، 1 2 3 4 5 6، يبقى انا عندي 4 مفردين، يبقى انا جي. 23 بيقول لي كل مما يلي يمكن اجراءه لخام الحديد
قبل اختزاله. مين هنا اللي ممكن اعمله الخام الحديد قبل ما اختزله؟ استنى استنى استنى، ده بص على بي بيقول لي التفاعل مع سي او في درجة حرارة عالية، ده الاختزال تمام. انما بص الباقيين، تحول الاحجار التي لا تناسبها الاختزال لاحجام مناسبة، تكسير وتلبية دي ينفع، استخدام فصل مغناطيسي، تركيز تمام. خلي بالك التركيز بيفصل المواد في صورة صلبة، اما التحميص بيفصل الشوائب في صورة غازية تمام. التخلص من الرطوبة والتسخين الشديد، ايوه صح، ايه المشكلة؟ طب 24 بيقول لي هنا العنصر الانتقالي الذي يحتوي الكترون مفرد في حالته الذرية ونشط كيميائي. بص الكترون مفرد، انت دلوقتي عمرك ما تكون حديد وعمرك ما تكون تيتانيوم، ده عنده 2 وده عنده كام؟ ده عنده 4 مفردين في الحالة الذرية تمام. انما ده عنده 1 اللي هو طبعا 4s1 لسه قايلينه، وده عنده 1 اللي هو 4s2 3d فيها 1. بس الفكره ان الراجل قال لك نشط والسكنديوم هو نشط، لو كان قال لك خامل نسبيا كنت اخترت النحاس. طب بيقول لي باضافه حمض الهيدروكلوريك المخفف الى ثلاثه املاح اي بي سي تمام. كلا على حده، تصاعد غاز في حاله ايه وتصاعد غاز وتكون رسب في حالة ب، بس انت سايكابريتات اشطب يبقى ب سايكابريتات ماشي تمام. طب وايه دلوقتي تصاعد غاز تمام مع مين؟ مع الهيدروكلوريك، يبقى لازم يكون ايه؟ لازم يكون 1 في المجموعة بتاعته، ما عنديش غير ده اصلا. طب هكمل عشان اتاكد، ولم يحدث تفاعل في سي، لم يحدث تفاعل في سي لان هما اكثر نشاطا منه او اكثر ثباتا منه تمام. يستخدم محلول كربونات الامونيوم للتمييز بين، بص اما اجي اميز بين حاجتين يا اما واحد راسب وواحد مش راسب تمام، يا اما هتفاعل مع واحد ومش هتفاعل مع التاني، يا اما هتفاعل مع الاتنين واطلع نواتج مختلفة تمام. باين جدا في السؤال ده انه بيتكلم على الرواسب تمام. فانا عارف دلوقتي ان انا عندي ايه، بيقول لي يستخدم المحلول ده للتمييز بين كل من، يبقى اي كي هي دايبة، يبقى اي كي انت دايب انت راسب، انت دايب انت راسب، يبقى انا اقدر اميز انت دايب انت راسب انت راسب انت راسب، يبقى انا ما اقدرش اميز بين جين تمام. لان انا عارف ان الكربونات ما بتكونش الرواسب مع 4 حاجات، صوديوم بوتاسيوم امونيوم هيدروجين تمام. عند اضافة حمض معدني قوي مركز الى الاملاح الصلبة اكس وواي، املاح صلبة، يبقى تجربة اساسية كلا على حدة تمام. تصاعد غاز في حالة اكس، يبقى اكس اقل نشاطا من الحمض ده، له لون مختلف عن لون الغاز المتصاعد في حالة الملح واي، فان الاختيارات التالية صحيحة ماشي. هو غالبا الحمض ده هيكون H2SO4، هو الحمض المركز اللي انا ممكن اضيفه على الحاجات الصلبة تمام، لان HCl ما كانش مركز. طب هنا دلوقتي بيقول لي ايه؟ بروميد ويوديد. البروميد ده طلع برتقالي وده طلع ازرق، او طلع معلش بنفسجي تمام. يبقى هنا اللون ده مختلف عن اللون ده تمام ماشي. طب يبقى ده صح، هو بيقول لي لا يعبر. طب هنا بيقول لي بروميد ونيتريت تمام، لا طبعا ده هيطلع لي برضو برتقاني وده هيطلع لي بني محمر. طب هنا كلوريد البوتاسيوم وكربونات البوتاسيوم، ده هيطلع لي غاز HCl وده هيطلع لي غاز CO2، والاتنين عديمين اللون، يبقى فعليا يعتبروا نفس اللون صح، يبقى انا هلغيهم. وده برضو نيتريد بني محمر، وده دلوقتي يعتبر ايه؟ بنفسجي، فطبعا ما ينفعش تمام. 28 بيقول لي الانيون الذي يكون رواسب مع كل من اي جي وبي اي، طبعا اي بيكربونات واي نترات ما تكونش رواسب تمام. طب وهنا دلوقتي الكلوريد ما يكونش رواسب
مع الباريوم، بدليل ان انا كان عندي بي اس ال 2 ده اصلا المحلول كان كاشف. طب مين اللي بيكون رواسب معاهم؟ البي او 4، لان البي او 4 دلوقتي كان كون مع الاي جي في التأكيدي والبي اي في الاساسي. تمام. طب يلا اما نكمل كده. 29 بيقول لي عند اضافة 200 ملي من ماء مقطر الى نص لتر من محلول ان يو اتش تركيزه 1/10 فان تركيز المحلول يصبح. ماشي. اول حاجة انا لو جيت ابص، انت ضفت لي دلوقتي ايه؟ ضفت لك دلوقتي يا مستر 200 ملي من ماء مقطر، تمام، الى نص لتر من محلول نيو اتش تركيزه بالشكل ده. يبقى اذا انت عملت عملية اسمها تخفيف. يبقى انا عندي ام في بتساوي ام في، ام في قبل بتساوي ام في بعد. تمام. اول حاجة الفي بتاعتي دي كانت 200 ملي اللي هو 2/10 يعني. تمام. في عند اضافة 200 ملي من الماء، ماشي، الى 5/10. بص الحتة دي عشان ما تلخبطش، انا كان معايا دورة في 5/10 ملي، انا ضفت له 2/10 ملي، فكتوتال 7/10 ملي. تمام. يبقى في الحالة الاولانية انا كنت 5/10، تمام، وكان تركيزي 1/10. طب هنا دلوقتي بقيت كام؟ بقيت 7/10، وتركيزي هيبقى كام؟ تركيزي ده ام مجهول. فهبدأ دلوقتي اعمل ايه؟ هبدأ دلوقتي احسب واجيب الام بتاعتي دي المفروض تكون كام. فانا لو حسبت هنا هلاقي ان الام بتاعتي دي طلعت بايه؟ طلعت ب. تمام. حاجة تانية يحب يجيبها ساعات جدا، يحب يقول لي ايه؟ يديني التركيزين، تمام، ويديني الحجم الاولي واجيب له انا الحجم النهائي. تمام. بس ما يطلبش الحجم النهائي، يقول لك حجم الماء المضاف. ولنفرض ان انا كان معايا 100 ملي وطلع الحجم النهائي 200 ملي، يبقى انا ضفت كام؟ يبقى انا ضفت 100. ما انت كان معاك 100، ضفت عليها 100 كمان عشان تبقى 200، يبقى حجم الماء المضاف هنا 100. تمام. طب 30 بيقول لي عند اضافة محلول المادة واي الى محلول المادة اكس، انا ضفت واي لاكس ذات اللون الاصفر الباهت. اصفر باهت يبقى انت كلوريد حديد ثلاثي. على فكرة مش لازم كلوريد يعني، بس احنا بنستعمل كلوريد بما انه هو اللي بيجي في الغالب. ممكن يجيب لك اي حاجة او اي محلول للحديد الثلاثي. تكون محلول له لون معين، ماشي، خلي بالك اكس الاول هو ايه؟ هو حديد ثلاثي. حديد ثلاثي، ماشي. طب هنا تكون محلول له لون معين عند اضافة مزيد من واي لنفس التفاعل زاد اللون، ماشي، يعني تكون محلول ليه لون معين. تمام. طب تقول لي يا مستر ما هنا دلوقتي حديد مع سيانات هيطلع لي اف اي، طبعا ده موجب سالب، موجب سالب، خدت الحديد مع السيانات اس سي ان باي 3 ده احمر دموي، صح؟ طب وتقول لي الحديد مع الاو اتش، يبقى انا عندي اف اي او اتش باي 3 ده راسب بني محمر، الاثنين طلعوا لي لون، صح؟ الاثنين طلعوا لي لون. بس بص الراجل عمل ايه؟ قال لك زاد اللون الناتج امتى؟ اما ضفت تاني. طب ما معنى كده ان انا كنت في حاله اتزان. هل الراسب يخلق حاله اتزان؟ طبعا لا، ما يخلقش حاله اتزان. اذا ده ما هوش متزن اصلا. لما اجي اضيف زياده مش هيحصل الكلام ده. يبقى انا دلوقتي انا عايز اخلق حاله اتزان، يبقى انا دلوقتي كنت عامل ايه؟ كنت الف. تمام. اما الاثنين دول كانوا متفاعلات وانا ضفت من ده، ام رايح ناحيه تكوين النواتج. تمام. 31 بيقول لي في التفاعل التالي اذا حط حراره بالسالب الدهبل ده ولا ايه؟ نقوم شاطبين عليها وحطيناها على طول بالموجب اليمة التانية. تمام. يبقى هنا دلوقتي بيقول لي فإن قيمة كيسي تزداد عنده، ماشي، الكيسي هتزيد امتى؟ تعالى كده اما نشوف. اول حاجة انا حاول افكر معاك، الكيسي ما بتتأثرش غير بدرجة الحرارة، اذا ده غلط واذا ده غلط. طب خفض ولا ارتفاع؟ انت عارف ان الكيسي نواتج على متفاعلات، فلو انت عايز النواتج، عايز تزود التفاعل بالاتجاه ده، يبقى انت تزود الحرارة عشان التفاعل يمشي في الاتجاه الطردي، فالنواتج تزيد اللي هي في ايه؟ اللي هي في البسط، صح؟ ف
فتلاقي ان القيمة بتاعت الكيسي زادت. ماشي. يمكن تطبيق قانون فعل الكتلة على كل مما يلي. تمام، انا عايز حمض ضعيف. تمام، هو اللي بطبق عليه. حمض ضعيف ينفع، حمض ضعيف ينفع، حمض ضعيف ينفع، حمض قوي ما ينفعش. ده اللي اختار، لانه قايل لي ما عدا. خلي بالك من كلمة ما عدا، هو هنا حاطط لك خط عليها، في الامتحان مش هيعمل لك كده، هيوقعك. بيقول لي كل مما يلي تفاعل انعكاسي. تمام، هنا دلوقتي كل دي تفاعلات انعكاسية ما عدا. انا فاهم يا مستر التفاعل الانعكاسي بيجي امتى ومش انعكاسي امتى. مش انعكاسي لو كون تراصب بغاز تفاعل تام. تمام، راصب غاز تفاعل تام. طب انا هنا دلوقتي عندي ده دلوقتي في اناء مغلق. لا يا عم انت انعكاسي. طب يا عم هنا دلوقتي ده، لا ده انت انعكاسي، ده حمض وكحول استر ومي انعكاس. طب بص ده طلع غاز ومنش اناء مغلق، يبقى ده على طول تام لان الغاز اتسرب. اذا كانت قيمة ثابت لاتزان الكيسي بالشكل ده، فان قيمة كيسي للتفاعل التالي. طبعا التفاعل التالي ده الرجل عمل ايه التفاعل دلوقتي ده، ام هو عاملهم لي انصاص. تمام، طالما هو عاملهم لي انصاص، يا عم خد لهم الجذر. تمام، انت بتاخدهم قص الوزن الجديد، فالوزن الجديد نص، فانت ممكن تقول قايل الرقم ده قص نص اللي هو جذر يعني. فاحنا لو جينا نحسب كده دلوقتي، نقول ان احنا عندنا جذر 4.4 في 10 اس 32، هلاقيها طالعه معايا كام؟ طالعه معايا دلوقتي 2.097 في 10 اس 16 اللي هي بالتقريب دي. تمام، يلا نكمل. بيقول لي في التفاعل التالي ايه بيطلع لي 2 بي عند تكون تكون الضغوط الجزيئية عند الاتزان كالتالي. يعني لو الضغوط الجزيئية عند الاتزان بالشكل ده، فان قيمة ثابت الاتزان. ايه السؤال الهبل ده؟ هو الراجل بيديني درجات ولا ايه؟ يبقى انا دلوقتي عندي كي بي. الكي بي ده بيساوي ايه؟ بيساوي النواتج اللي هو البي على الاي. تمام، يبقى هنا دلوقتي بالشكل ده كده، ده تربيع، يبقى هنا 2.3 في علامة هنا طبعا، وهنا تحت في 2 بوينت، هنا في البوينت في الاول 3، هنا ده تربيع، هلاقيه طلع بنفس الرقم، حتى مش محتاجة آلة حاسبة، الراجل بيديني درجات. طب هنا دلوقتي بيقول لي في التفاعل التالي فإن التغير الحادث. أول حاجة أنا جاي أبص على الام ان. الام ان بتاعتي بقت ام ان سي ال 2، يبقى هنا موجب 4. تمام، هنا موجب 2، يبقى انا اتغيرت من موجب 4 لموجب 2، يبقى ده تمام وده تمام، يبقى دول كده غلط. تمام، تاني حاجة انا هنا كان عندي 4 كلور، ال 4 كلور ده سالب 1 لان ده موجب 1. طب ده دلوقتي طلع ايه؟ سالب 1، اذا ده ما حصلوش حاجة، اذا عندي 2 كلور لم يتأثروا. طب الاتنين كلور التانيين طلعوا بايه؟ بصفر. اذا دلوقتي حصل لهم ايه؟ حصل لهم دلوقتي اكسده، فقد الكترونات. تمام، طب هنا دلوقتي حصل لهم اكسده يعني فقد الكترونات، كانوا سي ال سالب بقوا سي ال 2. تمام، يبقى انا كده ب. طب يلا نكمل. بيقول لي اذا علمت ان الشكل اللي قصادي ده، طبعا ده دلوقتي ايه؟ ده دلوقتي اكسده وده اختزال. يا عم انا ما بحبش الاختزال، خلولي اكسده. بيقول لي فان الرمز الاصطلاحي للخليه المكونه من الاثنين دول، ده ايه السهوله دي؟ ده هنا دلوقتي ده 3، يبقى انا دلوقتي اكتب الرمز هنا. انا كنت الومنيوم بقيت الومنيوم موجب 3، هعمل القنطره الملحيه، وانا نحاس موجب 2 هبقى نحاس 0، عشان طبعا اوزن. هنا ده دلوقتي انا نقلت 3. تمام، وهنا ده انا نقلت 2. تمام، اعمل يا عم عكس، يبقى هنا دلوقتي 2 وهنا يا عم 3، بس كده الموضوع سهل. تمام، يبقى انا دلوقتي 2 الومنيوم بقت 2 الومنيوم موجب 3، والنحاس موجب 2 بقى نحاس. تمام، طبعا الحركة اللي انا عملتها فوق دي عشان بس اسهل عليك الوزن، ممكن تعملها معادلة وهتلاقي نفس الوزن بالظبط. تمام،
في خلية الوقود فإن هيدروجين مجموعة الهيدروكسيل أثناء تشغيل الخلية. أول حاجة، هو هيدروجين مجموعة الهيدروكسيل ده، هو الهيدروكسيل ده دوره إيه؟ والله يا مستر الهيدروكسيل ده بتاع الإلكتروليت ده دلوقتي دوره إن هو إلكتروليت. طب أنا عايز أسألك سؤال، هو الإلكتروليت ده دوره إيه في الخلية؟ اول حاجة الالكتروليت ده ممكن ينقل لي ايه؟ ممكن ينقل لي الايونات، صح؟ هو انا قلت لك بيحصل له اكسدة ولا اختزال؟ لا، اذا ما بيحصلوش حاجة، صح؟ يبقى الالكتروليت بتاعي ده ما بيحصلوش حاجة، تمام؟ هو يا عم يلا، اي الاختيارات الاتيه صحيحه عند تفريغ بطاريه الرصاص؟ ماشي، يلا عم نكتب بطاريه الرصاص. خلي بالك كل امتحان لازم يجيب لي بطاريه الرصاص. 4 اتش موجب زائد اس او 4 تمام سالب 2 هيطلع لي ايه؟ والله دلوقتي هيطلع لي بي بي اس او 4 في هنا 2 زائد 2 ميه. ماشي يا مستر، زي الفل. طب ايه اللي هيحصل معايا؟ اللي هيحصل معايا يا مستر دلوقتي ان انا بعمل تفريغ ولا بعمل شحن؟ والله انا بعمل تفريغ، يعني انا جاي اليمادي، تمام؟ يبقى اول حاجه البي بي هيقل، البي بي او 2 هيقل، الحمض هيقل، الاس او 4 هيقل، الاتش 2 او هيزيد، البي بي اس او 4 هيزيد، كتله الانود والكاسود هتزيد لان هيتكون عليها بي بي اس او 4 وده راسب اتقل من البي بي واتقل من البي بي او 2، تمام. طب هنا كثافه الحمض، الحمض عمال يكون ميه، اذا كثافه الحمض بيحصل لها ايه؟ بتقل، تمام. انا قلت اصلا كل حاجه. طب تعالى كده اما نشوف الراجل جايب لي ايه. هنا بيقول لي يزيد تركيز الحمض وتقل الكثافة، ازاي يعني؟ طب هنا بيقول لي يقل تركيز الحمض وتزيد الكثافة، ايوه انت بتلعبني يعني بتعكسها لي، تمام؟ لا برضو ما تنفعش، تمام. طب هنا دلوقتي يتغير عدد تأكسد مادة الكاسود، ده طبعا انود، ده كاسود، من موجب 4، هي فعلا كانت موجب 4، الى موجب 2، زي الفل، تمام. ولو كلمني على مادة الانود اتغيرت من 0 الى موجب 2 برضو، تمام. في الخلية التي قطبها الحديد والقصدير، اذا علمت ان دي الخلية بتاعتي، ماشي، راجل مديني هنا جهد اكسدة ومديني هنا جهد اختزال، وانا ما بحبش جهد الاختزال، ادي عم جهد الاكسده بتاعي، تمام. طب هنا دلوقتي بيقول لي فاي مما يلي يعد صحيح، ماشي. الحديد يعتبر انود، صح يعتبر انود، تمام. طب وقيمه الاي ام اف موجبه، موجبه ليه؟ لان هنا الحديد دلوقتي جهد اكسدته اعلى من جهد اكسده القصدي، يبقى احنا دلوقتي هنبقى ايه؟ هنبقى موجبي، مفيش اي حاجة خالص. طب تعالى كده اما نبدأ نشوف السؤال اللي بعده. هنا لو جينا بصينا على السؤال 41 بيقول لي المركبات التي يمكن المركبات التي يمكن ان تكون متشابهة في الحالة الفيزيائية وفي الخواص الكيميائية. خواص كيميائية بقى لازم الرجالة دول من نفس العيلة، تمام. اول حاجة انا هنا دلوقتي C8H18، انا الكان CnH2n زائد 2، يبقى انا هنا ايه؟ الكان. طب والراجل ده C8H18 في 2 ب 36 زائد 2 38، انت الكان، انتوا نجحتوا في اول اختبار، عندكم نفس الخواص الكيميائية. طب وهنا 20 في 2 ب 40 زائد 2 42، انت الكان. طب وهنا ده لسه حاسبه، ده كمان الكان، ماشي، انتوا نجحتوا انتوا كمان. طب هنا دلوقتي ده 8، ده الكين، ليه؟ 8 في 2 ب 16، طب هنا ده 3 في 2 ب 6 ناقص 2، يبقى ده الكين، يبقى الراجل ده ما نجحش. طب وهنا دلوقتي ده الكين وده الكين، تمام؟ طبعا ضربتهم في 2 طلعوا العدد بتاع الهيدروجين. طب انا دلوقتي عايز الاثنين ليهم نفس الحاله الفيزيائيه،
انا عارف ان انا لو الكان انا بكون من 1 لـ 4 انا غاز، من 5 لـ 17 انا سائل، اكتر من كده انا صلب. طب لو انا الكين، لو انا الكين ببقى من 1 لـ 4 برضو غاز، من 5 لـ 15 سائل، اكتر من كده انا صلب. طب تعالى كده اما نشوف اول واحدة، انا الكان و8 اذا انا سائل، تمام. طب انا الكان و18 اذا انا ايه؟ اذا انا صلب، تمام. ما انتوش متشابهين، يبقى دي غلط. طب هنا دلوقتي 20 و18 الاتنين سوائل، ينفع يا عم، يبقى ب. طب تعالى اما نشوف 42، لو جينا بصينا على 42 بيقول لي يعتبر تفاعل 1 بيوتين مع فوق اكسيد الهيدروجين عديم اللون، تفاعل ايه؟ تمام. تعالى كده اما نشوف. اول حاجة انا لو جيت بصيت انا عندي دلوقتي 1 بيوتين بالشكل ده كده، فوق اكسيد الهيدروجين بيعمل ايه؟ بيأكسد للمية، بيكون عندي المية بالشكل ده كده، بيبدأ يحصل لها اكسدة، بتتحول ل HO.OH، يبدأ دلوقتي يحصل لده اضافة في المناطق دي كده، فلاقي دلوقتي ان انا كونت ايه؟ كونت دلوقتي بروبيلين جليكول، تمام. طب انا كونت بروبيلين جليكول، ماشي. هنا دلوقتي بيقول لي التفاعل ده يعتبر اكسده فقط، ده ما فيش حاجه اسمها اكسده فقط، يعتبر اكسده فقط، ما فيش حاجه اسمها اكسده فقط، هي اكسده يبقى معاها اختزال، تمام. ما فيش حاجه اسمها اكسده فقط دي. طب هنا يعتبر اكسده واختزال ويعتبر كاشفا عن الرابطه المزدوجه، هو اكسده واختزال بس ما هوش كاشف عن الرابطه المزدوجه. خلي بالك السؤال ده حلو قوي، ليه؟ هو اكسده واختزال المفروض يكون كاشف عن الرابطه المزدوجه، بس الفكره ان الماده عديمه اللون وبعد التفاعل هتبقى عديمه اللون، فانا ما لاحظتش حاجه، فانا ما كشفتش. انما لو انا حاطط كي من وفور او حاطط كي 2 سي ار 2 او 7 اللون هيتغير فهكشف، يبقى اكسده واختزال ولا يعتبر كاشفا عن الرابطه المزدوجه. السؤال ده حلو قوي. 43 بيقول لي مركبان A و B من مشتقات الهيدروكربون، اذا انا عندي اكسجين مثلا، عندي نيتروجين، عندي اي حاجه من الحاجات دي، تمام. المركب A يتكون من اختزال المركب B، يبقى انا دلوقتي المركب A بتاعي ده هيتكون اما اختزل المركب B. طب تعالى كده اما نشوف، لو انا جيت عملت اختزال للمركب الاولاني ده ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل دلوقتي ان هو هيديني ده، لا يا عم ده كحول، الكحول غير قابل للاختزال، تمام. طب يلا اما نختزل كده الالدهيد نشوف هيدينا ده ولا لا. والله لو جيت اختزلت الالدهيد هيديني الراجل ده فعلا، بس في حاجه. ايه الحاجه دي يا مستر؟ ده عنده كربونات زياده، يعني ده عنده 2 ده عنده 3، ما ينفعش، تمام. طب هنا دلوقتي انا كيتون لو اختزلته يديني كحول ثانوي، تعالى كده اما نشوف، اداني كحول ثانوي، اكد على عدد الكربونات لحسن الراجل بيلعب فيه، عندي 3 كربون وعندي 3 كربون، زي الفل، تمام. خلي بالك ده كحول ثانوي اللي هو CH3CHOH وهنا CH3، ركز كويس. 44 طبعا هنا اخترت جي. 44 بيقول لي عدد مجموعات الميثيلين في المركب 2 و2 ثنائي ميثايل بيوتان. طب تعالى نرسمه كده، ميس ايس بروب بيوت، تمام. 2 و2 ثنائي ميثايل، 2 و2 ثنائي ميثايل، ماشي. بيقول لي دلوقتي عدد مجموعات الميثيلين في المركب ده، تمام، يساوي عدد مجموعات الميثايل في ايه؟ حلو السؤال ده. يعني بيقول لي انت هات لي هنا الميثيلين، الميثيلين هنا بواحد اللي هي سي اتش 2 اللي هي دي، تمام. شوف لي بقى بتساوي الميثايل في ايه، تمام. طب انا دلوقتي لو عايز اشوفها بتساوي الميثايل في ايه، اول حاجه اي الكان، اي الكان عنده على الاقل 2 ميثايل، اذا ما ينفعش ده وما ينفعش ده. مستر عرفتها منين؟ ما هو ناصح اي الكان هيبقى عامل بالشكل ده كده مثلا، يعني اي حاجه طرفيه تبقى سي اتش 3، تمام. انما لو انا عايز ابوظ دي مثلا، عايز ابوظ الكربونه ده اهي، فانا اخليها الكين،
فاقوم شايل دي كده، فيبقى ده دلوقتي على اتش واحده وده على اتشين، يبقى الاتنين دول ما عادوش ميثايل، بقى عندي مجموعه واحده ميثايل. طب الراجل عامل الكلام ده في حاجه؟ اه عامله في الف اللي هو بروبين، اللي هو بنفس الصيغه اللي انا رسمتها دي. تمام. طب يلا كده نبدا نكمل. 46 بيقول الصيغه الجزيئيه للمركب ده. تمام. والله المركب ده ممكن يكون الدهيد وممكن يكون كيتون، ما فيهوش اي حاجه خالص. تمام. طب انا صعب لك الدنيا، ده الدهيد وكيتون صح؟ طب ايه رايك لو انت عندك C2H4O ده يكون ايه؟ الدهيد وكيتون؟ لا يا عبقري، ده يكون ايه؟ ده يكون الدهيد بس، لان الكيتون اقل حاجة 3 كربونات عشان يبقى عامل بالشكل ده مثلا، اللي هو ايه؟ اللي هو ده طبعا الاسيتون اللي هو المذيب العضوي. وضح بالمعادلات الرمزية المتزنة وكتابة شروط التفاعل حمض الاوكزاليك مع وفرة من هيدروكسيد الصوديوم. ادي حمض الاوكزاليك يا عم، COOH COOH، وادي هيدروكسيد الصوديوم NaOH، ده حمض، فالقاعدة هتحل محل الهيدروجينات دي. هقوم مطلع لك ايه؟ مطلع لك COONA COONA تمام، زائد المي، وعلى فكرة زائد NaOH مستار، هي مش ال NaOH اتفعلت، ما هو ناصح قايل لك وفرة يعني ما خلصتش. تمام. رقم 48 بيقول لي احسب درجة تأين حمض الهيدروسيانيك اذا اذيب 7258 تمام جرام منه في الماء ليصبح حجمه بالشكل ده. طب انا دلوقتي عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب درجة التأين اللي هي الالفا. طب انا دلوقتي معايا ايه؟ معاك كي ايه ومعاك التركيز، مستر فين التركيز؟ ما انت مش معاك الكتلة، يبقى انت ممكن تاخد الكتلة اللي هي 7258 على الكتلة المولية اللي هي بتاعت الهيدروجين بواحد والكربون ب12 والنيتروجين ب14 صح؟ يبقى انت كده جبت كتلة جبت دلوقتي عدد المولات، تقوم دلوقتي جايب لي التركيز، التركيز بيساوي ايه؟ عدد المولات على الحجم باللتر. تمام. يبقى دلوقتي عدد المولات اللي انت طلعته هنا تقوم جاي قسمه على التركيز بتاعك، يبقى انت جبت كده جبت مين؟ انت كده جبت التركيز. طب والالفا بتساوي ايه؟ جذر الكي اي على السي اي. الف مبروك، السؤال اتحل، عوضي عم بالكي اي والسي اي، السؤال سهل جدا ما فيهوش اي مشكله. تمام. خلي بالك بس عشان في كتب بتجيب الاسئله دي اختياري، وفي كتب زي ده مثلا بتجيبها مقالي، فما فيش مشكله. كده كده الحل بتاعنا واحد. طب 49 بيقول لك اذيب 2 جرام من كلوريد الباريوم اللي هو BaCl2 غير النقي، وخلي بالك يحب قوي يجيب لك غير النقي دي، في الماء، واضيف اليه وفرة من نترات الرصاص. يبقى انا كان معايا BaCl2 ضفت له دلوقتي نترات الرصاص BbNO3 تمام باي 2، فكانت كتلة الراسب 1 جرام. الراسب طبعا هنا هيكون ايه؟ هيكون عندك BaNO3 باي 2، ده طبعا مش الراسب، الراسب هيكون BbCl2 تمام. طب الراسب ده 1 جرام ماشي يا مستر. طب الراجل عايز ايه؟ الراجل عايز دلوقتي نسبة انيون الكلوريد في العين. السؤال ده اتحل قبل كده كتير وبيجي كتير جدا. طالما هو عايز نسبة ايون الكلوريد يبقى انت هات له الكلوريد، ما تزعلوش، اعمل كده وقول له انا عندي 2 كلور اللي هم 35.5 × 2 ب71، وعندك البي اي سي ال 2، البي اي طبعا ب208 تمام، زائد ال71، يبقى انا عندي هنا 279 بالشكل ده كده، وعندك ده اكس. هات يا عم الاكس بتاعك ده تمام، اللي هو هيكون ال71 بتاعك على ال200 تمام، 7 9 هتساوي معاك كام؟ هتساوي معاك حوالي 25%. تمام. يبقى انت دلوقتي جبت ايه؟ جبت الكتلة بتاعتك بتاعت الكلور. هات لي يا عم كتلة الكلور ال25% دي على 2 جرام في 100، تطلع معايا كام؟ تطلع معايا دلوقتي رينج 12%. تمام. 12 طبعا وكسر.
طب يلا كده اما نشوف السؤال الاخير اللي هو 50، بيقول لي التفاعل التالي يتم في خلية كهروكيميائية. تمام، طب تعالى كده اما نشوف، بيقول لي النيكل ده بيبقى نيكل موجب 2، اذا الراجل ده بيحصل له اكسده. بيقول لي دلوقتي الاي جي ده بيبقى اي جي 0، اذا الراجل ده بيحصل له ايه؟ اختزال. زي الفل. طب الراجل ده حصل له اكسده والراجل التاني ده حصل له اختزال، ماشي، ما نوع تفاعل الخلية وما قيمة القوة الدافعة لها؟ تمام، إذا علمت أن، طب تعالى كده أما نشوف، جهد أكسدة ده أهو وجهد اختزال ده أهو، طب أنا عايز أجيب الاتنين جهد أكسدة عشان أعرف أقارن، يبقى ده سالب، تمام، 8/10. طب مين أعلى في جهد الأكسدة؟ النيكل، يبقى النيكل بيحصل له إيه؟ بيحصل له أكسدة. هل النيكل بيحصل له أكسدة مستر؟ بيحصل له أكسدة، يبقى أنا خلية جلفانية. طب يلا اما نجيب جهد الخلية، جهد اكسدة الانود زائد اختزال الكاسو، صح؟ طب اكسدة الانود بكام؟ ب23/100. طب واختزال الكاسود بكام؟ والله دلوقتي اختزال الكاسود ب8/10. اذا انا لو جيت جمعتهم هلاقي ان انا 1.3 فولت. تمام، يبقى انا دلوقتي خلصت الاسئلة اللي عندي، خلصنا امتحان الدور الثاني. ان شاء الله المرة الجاية نبدأ في 22. ركز كويس، الموضوع سهل، خلي بالك من العربي بتاعك لان ساعات كتير قوي او لحد دلوقتي شايفين انه بيلعب على عربي. تمام، بعد كده هيلعب كمان على حاجة اسمها الصيغة الجزيئية، ان انا عارف عندي كم كربونة كم هيدروجينة في المركب، حاجة مهمة جدا. بس كده شباب، اشوفكم في الامتحان الجاي ان شاء الله.